بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد، فيديو الفرحة إن شاء الله. النهاردة يا جماعة إحنا في أتليه لتأجير فساتين الزفاف والسواريهات، عندنا أكتر من عرض. طبعا ربنا يفرح كل البنات وكل العرايس، جايبالكوا تشكيلة فساتين زفاف تحفة، ماتريال عالية جدا. ده غير بقى السواريهات هنشوفها قدام عينينا. على فكرة تأجير السواريهات بيبتدي من أول 150 جنيه. عندنا طبعا كل الحاجات هنتفرج عليها والفساتين، وكمان في هدايا حلوة قوي وعروض حلوة على فساتين الزفاف. تعالوا بقى بسرعة ندخل على المكان ونشوف الفيديو. بالنسبة للعنوان يا جماعة، احنا في اسكندرية، احنا دلوقتي في منطقة سيدي بشر، ده اسمه نفق سيدي بشر. لو حضرتك جاية من هنا يبقى جاية من ناحية فيكتوريا، لو جاية من ناحية فيكتوريا هتنزلي اول النفق، اول نفق سيدي بشر، تمام؟ طيب لو جاية من ناحية المندرة، لو جاية بقى من ناحية المندرة اخر النفق، يعني لو من ناحية فيكتوريا اول النفق، تمام؟ اهو قصاده بنزينة موبينيل، تمام؟ لا ما اسمهاش الشارع زي ما قلنا كده، مشينا فيه لغايه ما نوصل لاسواق فتح الله. هي العماره اللي فيها فتح الله يا جماعه، هي العماره اللي فيها فتح الله، اول دور اسمه وايت هاوس، تمام؟ اظن كده العنوان سهل جدا. هنطلع بقى الدور الاول على طول. بقى فيديو النهارده واول فستان. سلام عليكم، ازيك يا قمر؟ طبعا القمر اللي معانا دي الموديل اللي هتلبس كل الفساتين. بصوا يا بنات بقى علشان تشوفوها على الطبيعه، يا رب اشوفكم كلكم كده في فساتين الفرح. ايه الجمال ده مدام دينا؟ ايه الحلويات دي؟ قولي لي بقى ده بيتعمل ازاي، او ايه الخامه بتاعته كده؟ هو ده كله لولي هاند ميد. لولي هاند ميد، تمام. هو جوميه لولي هاند ميد، هو طويل، ديله طويل كمان. تعالي كده يا قمر نوريهم برضو الديل بتاعه. بصوا يا بنات ده الديل بتاعه حلو قوي. ده كده اول فستان معانا. الطرحه بقى دي بتبقى ازاي بقى؟ الطرحه على حسب العروسه ما هي عايزاها، مثلا 3 متر طويله او دورين او 3 ادوار على حسب ما هي عايزه، بس احنا بنفضل نعملها احنا على حسب ذوق العروسه وهاند ميد. تمام، ده كده اول فستان معانا. ده عليه عرض يا مدام دينا؟ واحنا عشان خاطر احنا اصلا عاملين عروض، اللي هي عاملين عرض اللي هو 3.5. ايوه ده الميك اب العروسه، بيبتدي من 3.5 ميك اب العروسه والفستان، وفستانين سواريه وحمام مغربي. حلو، يعني دلوقتي انا دلوقتي لو من 3.5. انا دلوقتي جايه اجر الفستان ده، هاجره ب 3.5 بالميك اب بتاعه؟ لا هو بيبتدي من 3.5 الهاند، مش الهاند ميد، هو ده هاند ميد. ده هاند ميد بكام بقى ده؟ ده بتلاتة، يعني ده اول فستان ده ب3000 ايجار. بس طبعا ده شكله يعني كلها حاجات بصراحة يا جماعة عالي، يعني هو في حاجات عالية من اول 3.5 الميك اب والفستان. ايوه مع الفستانين سواريه والحمام المغربي او الفستان ده يا جماعة. اول فستان معانا الايجار بتاعه 3000 جنيه. استنوا بقى علشان هنشوف حاجات حلوة قوي. متشكرين لك يا قمر. نشوف بقى تاني موديل، بصوا برده هوريه لكم كده. ممكن تلف لنا يا جميل عشان البنات الامارات برده تتفرج وتشوف، ربنا يفرح قلوبكم يا حبايبي. بصوا الطرحه، ايوه مش اوريها لهم طبعا. بصوا يا جماعه الطرحه عامله ازاي، تعبانه فيها مدام دينا الساعه 12 بالليل. بصوا بقى ده كل ده لسه العروسه يوم 17، بس احنا ايه يعني عملنا لها الطرحه اللي هي كانت عايزاها. ايوه ربنا يفرح البنات كلها. شايفين الهاند ميد بجد، والله فنانه والله العظيم. ده كده بصوا، عايزه اوريكم معلش يا مدموزيل من ورا كده الفستان في حركه عشان برضو. ايوه بصوا عامل ازاي كده من ورا، تمام. ده كده اول فستان لحد ديل الفستان 3 متر. تمام يا جميل، متشكرين يا قمر. نشوف بقى باذن الله دلوقتي تاني فستان. بصوا بنات احنا قلنا اللي لابساه المدموزيل بثلاثه، ده كمان ب3000 ايجاره. على فكره دلوقتي في عرض حلو قوي، الحاجات دي حاجات مش شعبي، حاجات يعني هاي كلاس بسم الله ما شاء الله. فاللي قدامنا ده كده 3 برضو بالطرحه بتاعته. بالطرحه بتاعته، وهنديهم كمان حمام مغربي او تنظيف بشره هديه. يعني العروسه اللي هتيجي تاخد ده ب 3000 هتاخد معاها حمام مغربي وتنظيف بشره هديه. وتنظيف بشره هديه، تمام كده. الله ينور. ده بكم كده بس ولا بيتشال ويت؟ لا هو الكم هو كده. بس لو عايز توسعه او تضيقه متاح. تعالوا افرجكم برده، استنى افرجكم من قريب عشان تبقوا واخدين بالكم من الشياكه بتاعته والجمال والشغل بتاعه. شايفين القمر؟ اخر جمال والله. من ورا برضو ايه؟ ده ايه ده بقى؟ ده الديل بتاعه. ده الديل بتاعه ليزر؟ هو كل الفستان كل ليزر. كل الفستان ليزر كده، والديل بقى طويل بتاعه. تعالوا بقى افرجكم على واحد تاني. الفستان ده كمان ده حاجه تانيه. بصوا ده يا جماعه زي الشمس كده، التطريز بتاعه هاند ميد.
بتلاتة برضو. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال بقى والشياكة، اخر جمال اهو، شايفين الجمال ده كده برضو بتلاتة، ده كده تالت قطعة بتلات تلاف. في حاجة تاني يا جماعة، ده كده تاني فستان زي ما احنا شايفين، برضو الفستان ده من العرض اللي هو بتلات تلاف جنيه. احنا قلنا برضو نقول لحضراتكم على الحاجات الحلوة. بصوا الطرحة بتاعته، كل فستان ليه طرحة على حسب ما عايزة العروسة، يعني انا شايفة بصراحة شغل عالي قوي. تعالي برضو اوريه لكم من ورا، بصوا بقى الديل بتاعه قد ايه. على فكرة الحاجات دي ممكن تتأجر في مولات تانية اغلى من كده بكتير. ايه الجمال ده كله، ده كده فستان تاني اهو. بصوا بقى الشياكة برضو، انا هوريه لكم من قدام، ادي الايد اهي عليه، والصدر هنا ده شغله، وهنا في دانتيل، وحاجه كده اخر جميل بصراحه. ما شاء الله عليك يا جميل. تمام، هنشوف بقى فساتين تانية دلوقتي. ماشي، ده موديل كمان اللي هو بتلاتة زي ما احنا شايفين، ده برضو عليه دي يا اما ممكن العروسه تلبسه كده وممكن تتحط عليها. دي بتضيق وبتتوسع على حسب مقاس جسم العروسه اللي هو الكمام دي، يعني دي بتتشال كده عادي. تمام، انا برضو قلت ايه افرجكم على الحاجات الحلوه دي زي ما احنا شايفين. بصوا الجمال، عايزه افرجكم على التفاصيل كلها، حاجات هاند ميد. اوريه لكم برضو من ورا كده، طبعا ده الديل بتاعه، الديل بتاعه طويل جدا، ده كده برضو من ضمن الفساتين. تعالوا بقى دلوقتي افرجكم على العروض اللي هي عليها حاجات حلوه جدا، هدايا جميله. دلوقتي بقى دخلنا على العروض. الفستان اللي قدامنا ده موديل يا جماعه، عايزه اقول لكم هو و10 تانيين، 10 موديلات تانيين عليهم عرض فخيم من الاخر. ايه العرض بقى؟ 3.5 الميك اب بتاع العروسه وفستان العروسه وفستانين سواريه. تمام، هنقول لهم تاني عشان صوتك مش واضح. بصوا يا جماعه، الفساتين دي اللي داخله في العرض هتبقى ب 3.5. ليه بقى؟ الفستان ايجار الفستان، وعندنا اتنين سواريه ممكن لحد يعني معاها او للعروسه براحتها يعني، او لمامه العروسه يعني، في اتنين فستانين سهره وكمان ميك اب، والميك اب وحمام مغربي او تنظيف بشره حسب ما تختار، وحمام مغربي او تنظيف بشره مع الميك اب. يعني العرض ده اكتر من عرض، ان هو داخل فيه فستان العروسه وداخل اتنين فستان سواريه وكمان الميك اب بتاع العروسه طبعا اللي هو بيبقى فخيم جدا على ايد بقى حد بقى ميك اب ارتست. احنا في 3 ميك اب ارتست، وعندنا هنا تبع المكان 3 ميك اب ارتست بقى متخصصين في المكياج والكلام ده كله، وكمان يا اما حمام مغربي يا اما اللي هو تنظيف بشره. واول 5 هيجوا من عندك، واول 5 ايه؟ اول خمسة من متابعيني هنكسبهم زفه هديه ان شاء الله، هنكسبهم كمان عربيه الزفه هديه، ده كده 100 100. اول 5 ده زفاف، اول 5 زفاف. تمام، الله ينور. تعالوا بقى اوريكم بقيه الفساتين غير الفستان ده، يعني ده مثلا واحد منهم. طبعا ده كده شكل بس، بصوا يا جماعه الشغل عامل ازاي، الهاند ميد ده كده فستان، ده اللي عليه العرض اللي قلت لكم عليه. تعالوا اوريكم بقى الموديلات الثانيه كمان. ايوه، في الديل بتاعه، عشان انا بصراحه المكان هنا متميز قوي الفساتين معلش انا اسفه، الديل اهو بصوا كبير شويه يا جماعه، بصوا الجمال، ومن ورا برضو في الحركة دي، حلو جدا. تعالوا بقى نشوف اللي بعده. بصوا يا جماعة، ده تاني فستان اللي هو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيبقى بتلاتة ونص مع اتنين فستان سواريه مع الميك اب بتاع العروسة ومع كمان تنظيف بشرة او حمام مغربي. بصوا الشياكة والأنقة، انا عايزة بس اوريكم التفاصيل بتاعته، حلوة قوي. ان شاء الله هتشوفوها كمان الفساتين متصورة على المنتدى او على الستوري بتاع القناة بإذن الله. بصوا يا جماعه الشياكه، ده كده تاني واحد حلو. نشوف اللي بعده، ده يا جماعه فستان كمان. على فكره كل الفساتين زي ما احنا شايفينها حمالات او قط بتتقفل، صح مدام دينا؟ بتتقفل علشان طبعا لو المحجبات والكلام ده كله على حسب جسمها بقى. او في بادي هات، هو البادي بتاخده مع لو هو متقفل حتى شفاف كده كده بتاخد معاه البادي بقى. بيبقى موجود معاه البادي والطرحه، الله ينور، البادي والطرحه. بصوا الشياكه بقى اهو، ده كده تطريزه برده جميل قوي وسيمبل خالص يعني. بصوا الجمال، الرسمه بتاعته، ده برده من ضمن العرض احنا برده قلنا ايه نوريه لكم. تمام، الله ينور. نشوف حاجه تانية بقى. على فكره يا جماعه، ده غير الفساتين دي في اكتر من فستان كمان جوه، بس عشان الوقت بتاع يعني بتاع الفيديو كده، في حاجات في الاوضه اللي جوه دي يعني اكتر من موديل.
برضو تبع العرض اللي احنا قلنا عليه. نشوف دلوقتي بقى السواري هاي. دلوقتي بقى فساتين السهرة. الحاجات الحلوة دي معانا ثلاث فساتين بنات. اول حاجة هنبدأ بالفستان النبيتي. تعالي كده بصوا يا جماعة الفستان ده. ده بقى ايه بقى؟ ايه بقى قصته ده وكام بقى والظهر بقى؟ ورينا ظهره كده يا أمورة. يلا بصوا يا جماعة. بص هو كده، تعالي كده بقى تعالي. هو كده بيبقى ترتر. ده القماش ده اسمه ايه؟ ديسكو ده ولا اسمه ايه؟ قشر سمك. ده كده اول واحد. بصوا قطيفه قشر سمك. اه احنا هو ده موجود منه الوانه. ايوه والستان برده اللي هو الكحول. بصوا ده كده موجود منه الوانه. تمام هوريكم دلوقتي الوانه، بس هندخل على موديل تاني. ماشي يا حنين، هندخل بقى على موديل تاني. الموديل ده بصوا بقى الجمال ده، حاجه برده سيمبل خالص ما فيهاش اي حاجه. واوريكم دلوقتي كمان حاجات لام العروسه. ورينا يا قمر من ورا كده. بصوا بقى الجمال. طبعا احنا دلوقتي هنعرف اسعارهم ولا الدنيا ايه؟ لا هو اي حاجه فيهم 300. تخيلوا بقى يا جماعه اي حاجه، والله العظيم فعلا ما هتلاقوا السعر ده. اي حاجه من الفساتين دي ب 300 جنيه بس. ده انا لسه هفرجكم على حاجات اقل. في من ده الوان مدام دينا؟ اه في الوانه، وفي من ده الوانه برضو. يعني ده مثلا غير الكحلي ايه؟ في السيلفر، سيلفر الذهبي في اسود. ايوه وفي المنت جرين. المنت جرين. متشكرين يا قمر. بصوا بقى يا جماعه ده الزيتي بتاع النبيتي اللي كنا شايفينه من شويه. طبعا الزيتي في منه النبيتي اللي احنا شفناه. ممكن تقفي جنبها كده يا حبيبتي عشان برضو نفس الوان السيلفر اه والذهبي في اسود. ايوه ده النبيتي اهو. بصوا وده اللي هو الزيتي، وفي السيلفر منه، وفي ايه؟ وفي السيلفر، وفي الجولد في الاسود في جولد. ايوه وفي ايه تاني؟ في منت جرين. يعني في اكتر من لون. طبعا انا هسيب لكم رقم مدام دينا برضو تواصلوا معاها. ده يا جماعه ب 300 بس. وريني يا قمر بقى من ورا كده، لفي كده، لفوا كده انتوا الاثنين. بصوا الشغل اللي من ورا طبعا بيتضيق. دول جداد يعني حاجات جديده وب 300 جنيه بس. والله العظيم اخر جميل. تمام متشكرين يا جماعه. ده غير بقى في اكتر من فستان موجودين سواريهات. الستاند ده بادئ من اول 150 جنيه يا جماعه. يعني ممكن تاجروا فستان زي ده ب 150 جنيه. بصوا ده. بصوا يا جماعه ده كده اول واحد اللي شفناه الاولاني ده اللي هو الابيض في موف. بصوا التاني ده في حاجات ب 150 جنيه في الستاند ده. يعني اسعار في متناول الجميع. بصوا الشكل ده برده. دي برده من ضمن الحاجات اللي هي حاجات السواريه. وادي حاجة تانية اهي. على فكرة في البديهات بتاعتهم لو هي قط كده، في ممكن ان احنا بديهات بس ولا في ممكن جاكيت عليه؟ لا لا هو بديهات. هو بدي قفلولهم بس الماتيريال لان هم سواريهات. تمام الفستان الزفاف عشان احنا عندنا الزفاف بس. تمام يا قمر. البديهات بقى بنات وكده. بصوا ده ايه تاني يا حنا يا حلا؟ بصوا بقى الله ده شيك قوي قوي. بصوا سيمبل خالص بس ده من ورا من ظهره. ده انا حاسه ان ده ظهره. هاتي هاتي وشه. بصوا بنات ده كده ايه؟ ده الوش بتاعه على فكره حلو قوي. ده برده شيك وسيمبل. معظمها حاجات يمكن في حاجات يعني ما اتلبستش قبل كده، وفي حاجات اتلبست مره واحده بس. يعني حاجه بصوا الشياكه. الله ينور عليك يا لولو. بصوا الجمال اهو. ده كمان ده بقى ممكن لام العروسه مثلا. هتلاقوا بقى على فكره دي الموديلات دي اللي موجوده، في موديلات تانية لسه جايه كمان. ده اهو كات كده بس بيتلبس عليه زي برولو طويل. برده ممكن يكون لام العروسه كده. في برده حاجه تانية ده لسه واصل. ده تقريبا ده ما اتلبسش خالص. بصوا يا بنات ده هيبقى حلو قوي على البنات المحجبات بقى الطويله كده. بصوا الشياكه زي ما قلت لكم الاسعار من اول 150 جنيه. بصوا الاسود ده كمان حلو قوي. القماشه بتاعته بصوا بتلمع كده كسر كده الماس كده شكلها حلو قوي. الله ينور. نشوف اللي بعدها. بصوا يا جماعه يعني زي ما قلنا الرينج من 150. حلو قوي. بصوا بقى ده جميل قوي برضو على فكره. ده في اللبس هيبان وفي مقاسات. ايوه لا هو مفيش مقاسات منه. هو انا قصدي هو بيتضيق. لو هو واسع مثلا ممكن يتضيق او بيتضيق. لو حلو قوي. او لو هو ضيق ممكن يوسعه ممكن، بس مش كل الحاجات بتنفع تتوسع. تمام ده اخر حاجه في اللي موجود على فكره. لسه في تانية مدام دينا مش كده؟ من نفس الحاجات اللي احنا شفناها في منها الوان تانية. في منها الوان تانية زي ما قلنا الستاند من اول 150 نطالع بقى.
اخره كام مثلا؟ 300 برضو. اخره 300 يعني اخر حاجه 300. متشكرين لحضرتك جدا على الجوله الجميله دي، ويا رب الفيديو يكون، ربنا يخليك، يا رب الجوله تكون عجبتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.